رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مع وزير التنميه المحليه اللواء محمود شعراوي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحله الاولى من مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه بمحافظه اسوان وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسه مجلس الوزراء بأن اللواء محمود شعراوي أشار إلى أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل محافظة أسوان وصلت إلى 11 قرية باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون جنيه ويستفيد بها 38626 ألفا مواطنا